نحف القلم يكون، ثم هذا الشكل، ثم نحن هنا إما نصعد بهذا الشكل نعمل الميم، أو نعمل حركة الباء هذه مع الميم، يعتمد هذا الأمر على ما هي الحركات الموجودة على الحرف، وهل يتحقق فراغ أم لا. العظيم، ثم اسم الله عز وجل الغفور، ممكن المد وممكن عدم المد. هنا هذه الفاء البعض يكتبها مثل فاء عادية بهذا الشكل، والبعض يعلقها نفس موضوع الثلث، لكن ليس تماما، لأن الثلث بهذا الشكل يكون أكثر، هذه النسخ أقل. الغفور سبحانه. إلى هنا تقريبا انتهينا من كتابة 7 أسماء من أسماء الله الحسنى، وغدا نكمل إن شاء الله ما تبقى من أسماء الله عز وجل.